على الجول الثالث عادل نعادل بنالتي ولا سايبين لك البنالتي؟ عايز تسيب لي انا البنالتي وتاخد انت اللي بعده؟ لا لا برضه بعد كده هي بص الجول يعني تقدر تقول ان هي ضعف في اداء الحارس المرمى. الحاجه الثانيه احمد ياسر عملها كويس يعني وقف وثبت قصاده ووقف علشان يخبطه، لكن انا عايز اجيبها من الاول. سيبك من البنالتي كبنالتي، نجيبها من الاول. الحاجه لا ممكن نجيبها من قبل كده، ممكن نجيبها من قبل كده من بدايه الهجمه. من بدايه الهجمه لا من بدايه ايوه ده ايدي ده لا لا من ورا شويه ورا شويه قبلها بشويه ممكن هي دي اللي عنده بس ايه يعني يعني زي برضه جاب اخطاءه. نقف هنا كده اقف يا سمير. بص يمكن مش في المباراه دي بس، حتى في مباراه الدوري انت بتشوف اللعيبه كلها بتبص على الكوره بس في الحته الدفاعيه. اولا كارثه انك ترجع بوشك كمدافع، انا بتكلم على المدافع الاول. كارثه انك انت ترجع تدافع بوشك ويبقى وشك للجون، لان اللي بيجي بوشه للجون بيبقى اول حاجه لازم يعرف انه لا يجيبها في نفسه لما يبقى شايف اللي وراه. علشان كده الكوره لو اتلعبت لورا كمان ممكن تبقى جون زي الجون اللي جابه وليد سليمان. لا وخلي بالك ما انت بص في الجول دوت لو عدت كمان من احمد كهربا. ياسر كهربا كام بالظبط كده المفروض هو هيلعبها الكهربا اكتر. ما هي دي اصلا اللي انا بتكلم عليه، ايه التمركز الغلط في الرجوع. ماشي سمير كده ماشي هتمشي الكوره عادي تمام مش شايفين كهربا. حد خالص حتى حارس المرمى هنا احمد ياسر عملها كويس قوي انه راح وقف ما كملش جري. لو كان جمل جري كان هيجي ياخدها من فوق دماغه صح. لكن وقف ورجع لورا علشان الاندفاع بتاع الحارس المرمى. ده ذكاء من احمد ياسر ريان. بس في لقطه هنا اعتقد ان احمد كان عايز يشوط هو بيقول انا اللي او بيقول انا اللي جبتها فانا اللي شوطها. بس انا عايز اقول لك كلمه يمكن من افضل الحاجات اللي شفتها تخصص طبعا يعني موسيماني ما بيفوتش حاجه زي دي ان هو لا ما فيش حاجه اسمها كده. بدر بنور رقم واحد في الشوط، لو علي معلول كان موجود كان لعبها علي معلول. انت فاهمني؟ بس بقول لك بس في حاجه يعني بيقول لك وليد هو اللي كان هيشوط ولكن هو اداها لبدر بنور. طب انا هقول لك حاجه، هو كلامك مظبوط 100% الطبيعي ان التخصص يعني؟ بس احيانا لو النتيجه مثلا المدرب شايف ان مثلا 2 3 واحمد ياسر هو ده بقى عايز يجيب جون وبتاع ممكن يديها له يعني لما بيكون حاسس ان الوضع ما فيهوش صعوبه يعني. ايوه بص بقى يا كابتن اسامه ادي من الحاجات اللي في الكره المصريه اللي نفسي تتغير اللي هي ايه؟ يعني ايه ندي له الثقه؟ الموضوع دلوقتي انا دي عاطفه لا انا لا الموضوع لا لا بس لا 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 انا في الوقت الحالي لا انا في الوقت طب انت كمل كلامك وانا اقول كلامك ماشي. انا في الوقت الحالي لما اجي انا اللي هشوط البنالتي فلازم انا اللي اشوطه. عارف ليه؟ لان لما اجي اقف على العرض القريبه لازم اقف على العرض القريبه والنتيجه 10-0 ليا والنتيجه 0-0 لازم اقف على العرض القريبه علشان امنع هدف. دي حاجة. الحاجة التانية اللي عايز اقولها لك، انت دلوقتي احمد ياسر ريان كان محتاج الهدف اكتر حلو، فاحمد ياسر قاعد يقول لهم انا اللي العبها. انت عارف انه الحاجة اللي زي دي المفترض ان المدرب بره بيدي خصومات للعيبة عليها. ليه؟ ما يبانش منظرك اصلا ان انت عايز تلعب حاجة وما تعملهاش. دي بتحصل ايه؟ بيحصل لها ايه؟ بيحصل ان اللعيبه ممكن ما يجيش ثقه ليها، زي ما احنا مثلا اكتر من بنالتي في ماتشات كتيره قوي، اللعيب اللي بيكون جايب جون وبعدين يجي بنالتي يقول لك والنبي اشوط عشان اجيب الجون الثاني، او عاوز يجيب الجون الثالث الهاتريك. ماشي. مثلا افرض ضاعت ماشي طب ودخل وحصلت كتير جدا. طب استنى بس. في لعيبه حبت تشوط البنالتي ويمكن اقول لك حاجه لحظه يا كابتن اقول لك بس انا اكملك دي ويمكن في لحظه يمكن لو انت متابع الدوري السعودي اللي فات من قيمه اسبوعين حمد الله ضيع 3 بنالتي بعديها علشان ايه؟ عشان هو اللي بيشوط لما جه المرابط عاوز يشوط البنالتي رقم 4 كمان طلعه بره لانه مش هو اللي بيشوطها لان الاحساس انك انت اديك البنالتي عشان اديك الثقه دي طيب دي خلاص انتهت اكمل لا معلش اقول رايي ما انت اتفضل طب قبل ما تقول رايك ممكن نقول له بدر بنور حطها كويس قوي حطها بصراحه يعني انا عايز اشوفها هو داخل شوفها تاني. هو بدر بنور في عنده ميزه حلوه قوي في من مدرسه اللي بيشوف الحارس المرمى وبيلعب بعديه. بمعنى ايه؟
واحد بيلعب على زاويه قويه وفي واحد بص البطء بتاعه ده هو بيشوف بعينيه الحارس رايح فين علشان بعديها دي مدارس. خلي بالك كان هو كان هو المتخصص نمره واحد في الرجاء بص ونمره اثنين دلوقتي بعد وليد من افضل. لا هقول لك حاجه هو هيبقى رقم واحد الايام اللي جايه قبل علي معلول كمان وقبل علي معلول ليه؟ عنده ميزه قويه جدا اولا في عز الموضوع بيبقى مشدد قوي وهو هادي جدا حتى كمان بص تلاقيه من اللعيبه يعني هو دي مدرسته اللي هو يودي اللعيب في مكان ويحط الكره في مكان اخر. انا شفت له بنالتي حطها فوق. لو شفتها لو فاكرها حطها فوق محدش يبقى عنده قلب انه يعمل دي صح. هو بدر بنون هيبقى الايام اللي جايه انا بقول لك اهو الايام اللي جايه هيبقى رقم كبير في النادي الاهلي في حراسه الاهداف من كور ثابته بدماغه. يمكن الناس بيتكلموا بيقولوا هو بيطلع بدماغه مش قوي قوي ما بيلعبش بدماغه قوي. لا هو تايمنج بتاعه عالي جدا هتشوفوه قدام لما يجي يلعب الكوره بدماغه لما يجي يجينا كرانل في اوقات هينقذ النادي الاهلي ويجيب اهداف. والحاجه الثانيه المهمه في حته الكور الثابته كمان البنالتي بيلعبه كويس قوي. وبعدين عارف يمكن هو محتاجه كمان زي ما احنا بنتكلم ان احنا عايزين اكتر من لاعب يبقى عندك بيهدف علشان فرص التهديف. هو وعلي معلول